اخي المتتبع، كمل معنا الفيديو واعطينا الراي ديالك وشوفنا الطريقه اللي غادي نديروا لهاد الخروفه واش صحيحه ولا ماشي صحيحه. واللي عنده شي اضافات الاخوان يخليها لنا في التعليق والله يصيفط ليا في الواتساب ونشاركوها باش المعلومه تعم على جميع الكسابه. وتبارك الله عليكم. تبارك الله وما شاء الله، اللهم بارك. اخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، اخوكم راعي الغنم بأطلس متوسط يحييكم من مدينة أزرو عملة إقليم إفران. اخوان كما شاركنا معكم منشورات تخص بأثمنة ديال الأسواق، الحمد لله لقينا إقبال. اللهم يسر. المهم الفلوق ديال اليوم الإخوان على حساب واحد المرض، هو هذا الإخوان كما تشوفوا معنا هاد الخروفة هادي. هنا الإخوان كان شوية في الخرفان، ولكن هاد الخروفة هادي يعني مبغاش يتحيدلها، كنت كندير لها واحد الزيت، يعني زيت داز في القلي، الزيت غير العادية الزيت البلدية، يعني داز تقلات ديال القلي، هي اللي كنشدها الإخوان تنحكم دوك الخرفان، هي ما كانش باين فيها بزاف. وهاد اليامات هادي ما كنتش مسالي، كان فيها واحد شوية ولكن ما كانش بهذا الوتيرة، يعني هكا مغطي لها الوجه كامل. يعني اليوم انا شاركت معكم الحاله ديالها، حتى هي كاع ما بغاتش الدور باش يبان لينا. المهم ها هي دايره باين هكا، انتما شفتو. كاين بعض التعاليق ديك الساعه الخروفه اللي كنت حطيتها الاخوان، الناس كاين كله واش تيقولها، اللي تيقول هذاك راه مرض جدري كله واش تيقول، ولكن الاخوان لا، هاد المرض هذا يتبدا تطلع عليهم ديك القشره على الوجه، تنقولوا له حنا تافوره. تبارك الله، اللهم يسر. بالنسبه للخروفه الاخوان، انا غنشوف الخروفه اللي كانت ديك الساعه اللي فيها الحلقه، هي هذيك راه الحمد لله الاخوان، الله يعني كاين تحسن. راه بالاماره كنت في الفيديو كنا هضرنا على حساب كنت جبتها من الجبل، صرحوا كلك بان راه مجنونه، وكانت كنودنيها من قطين فيها النيت هذا تافوره وكان من قطين. هنا كما تشوفوا معنا ودنيها تبارك الله راه نقاو، يعني الحمد لله قد تحسن تبارك الله، اللهم يسر. الخروفة اللي مريضة هي هذه، مازال الإخوان إن شاء الله غادي نشارك معكم الدواء باش هو ماشي الدواء، يعني الدواء غير ديال المسلمين كما تيقولوا، غادي نحك لها وجهها إما بالزيت المحروقة، ولا إجا جبتها هاد العشية غادي نحك لها وجهها بالزيت المحروقة، وإلا ما لقيتهاش غادي نحك لها غير بنفس الزيت باش حكيت الخرفان الأول. اللهم يسر. الزيت الإخوان يعني داس في القلي. وتبارك الله عليكم، أخوكم راعي الغنم بالأطلس المتوسط يحييكم من مدينة أزرو. تبارك الله، اللهم بارك. هادو الإخوان خريفين ولاد نعيجات اللي كنت ديك الساعة شريت، صراحة كنت بغيت نديهم لداروش، ولكن من الحالة والجو شوية ميعجبش، اضطريت انني نخليهم هنا. بالنسبه للناس المتتبعين راه غادي يشوفوهم غادي يعقلوا عليهم، موتهم راه هما هذوك. ها هي هذيك اخر وفي الاخر النجاة، تبارك الله راه هي هذه.
نجات تبارك الله عجبهم الحال، ولكن بالنسبة للخرفان مع النعاج مازالين صغارات صراحة. أنا الإخوان ما باش بعوش ولادهم ما تلقوش الحليب مزيان. يعني كنصيحة مني إنسان مبتدئ، يعني من الأحسن ما يشريش النعجة الصغيرة نية، يعني من الأحسن ما يشريهاش وما يبداش بها، وما يبداش بالخروفة. الأحسن يبدأ بالرباعية والسداسية والجموع، نعجة كبيرة إذا كانت عنده الماكلة تبارك الله موجودة خيدير نعجة كبيرة ماشي مشكل. الجموع ولا السداسية، الجموع التالية غير تكون بالضرس ماشي مشكل. تبارك الله عليكم واللهم يسر. تحياتي لكم الإخوان، أخوكم راعي الغنم بأطلس متوسط، الله يرحمنا. أنا كيما شفتو راه حنايا قلبنا هاد البلاد هادي، ومازال إن شاء الله النهار اللي غادي نبغيو نزرعو غنشاركو معاكم. الله يرحمنا بالشتوى، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. الاخوان كما تشوفوا راه الخروفه هي هذه، يعني الحمد لله هذوك النقيطات اللي كانوا لها في الودن راه ما بقاوش. اللهم يسر. بالنسبه للدواء الاخوان، يعني عاودت لها لي فوميك، درنا لها داك الدواء، صنا الغدا الحمد لله كامله، رشينا لها داك اكسترا وتبارك الله اللهم يسر. هنا الاخوان التصويره كما تشوفوها عن قريب، يعني في الاول ديال الفيديو كانت الغنم سارحه، انا من بعد ما دخلناها جدينا الخروفه ضروري تكتفها مزيان، وضروري الاخوان يعني شويه ديال الاحتياط حتى هاد المرض هذا تيتعادى. احسن الواحد يدير شي ليغات خصوصا فاش يبدا يحك لها ديك القشره، شو حتى ديك القشره ضروري خص الواحد يكون داير شويه ديال الاحتياطات. الله يدير الخير. هنا كما تشوفوا يعني وجهها مقشر كاع، اغلبيه ديال الخرفان ولا خروفات النعاج يكون فيهم غير مقاطي، ولكن هذه كثر عليها بزاف، يعني سرح لها في الوجه بزاف. هنا الاخوان ناخذ واحد الحلفه، حلفه ديال الكوزينه كما تيقولوا ديال الغسيل ديال الماعن، ديك ديال الحديد بالاحسن هي اللي تحك بها، يحك بها الواحد مزيان الاخوان، وما يكونش وجهها ما تقيسوش بالماء حتى ديك الحلفه ولا كلشي يكون ناشف باش ديك القشره حيت تحكا تطير، تحك مزيان الاخوان يعني تطير القشره مزيان، كتحك حتى تحس بان بغى يخرج الدم باش ديك القشره تطير كامله. والصراحه الاخوان يعني الطريقه عندي مجربه، انا كنت جربتها نيت في شي خرفان شي خروفات، لكن كنت نيضا لهم غير نقيطات نقيطات. حتى واحد الخروف صغير عندي فيه واحد النقطة في الوجه، غادي حتى هو ان شاء الله غادي نصوب ليه. هنا هادي الزيت الاخوان، انا كما قلت لكم درت غير الزيت ديال القلي صافي، ديك الساعات فاش تحكها مزيان تتخوي الزيت تخويها على الوجه ديالها وديك البلاصه فين كاينه هذيك النقطة. فغالب الاحيان الاخوان تتنوض غير في الوجه ولا في الودن، هنا فين تينوض ديك التافورة عندها تفوق العين، تاهو يتحك مزيان صافي، غير تدهنها بالزيت ونتمنوا من الله تيسير. وكما قلنا الاخوان في الاول، بالنسبه للناس اللي عندها شي فكره عندها شي معلومه، ولا الناس اللي عندها شي مرض في الغنم ودارت شي طريقه وخدمات لها، نحسن الاخوان يعني شاركوها صيفطوها لي ونشاركوها جميعا جميع الكسابات تستافد. اللهم يسر. ملي تحك مزيان كاع الزيت تدخلها مزيان باش تيرطاب، هذيك القشره وداك سميتو تترطاب مزيان
والله يدير الخير، نتمنى الله تيسير. وتبارك الله عليكم الاخوان، ونتمنى تكملوا الفيديو اللي وصل معنا هذا اللقطة الاخوان، يعني يتفاعل معنا في القناة، يخلينا البصمة ديالو. اللهم يسير الاخوان، ان شاء الله الاخوان القناة بكم غادي تزيد لقدام. وتبارك الله عليكم. هنا نشوفوا الخروف اللي قلت لكم هو هذا، يعني فيه واحد النقطة هنايا لقدام، ولكن فاش شديتو بنت لي واحد النقطة عنده حتى فوق العين، كانت ما بيناش مزيان، ولكن راه عاد بنت فاش شديناه ونصوبوا ليه تاهو. نتمنوا من الله تيسير، الله يدير الخير. وتبارك الله عليكم الاخوان، اخوكم راعي الغنم بالاطلس المتوسط يحييكم. لا تنساوش الاخوان، خليونا البصمه ديالكم، خليونا التعاليق ديالكم، تحياتي لكم. كان الاخوان واحد الاخ كان صيفط ليا، كان غير يهضر معايا في الواتساب، قال لي بان كان دار الدواء، هو يلاه دار الدواء ديال لي فوميك، ومن بعد شي 10 ايام ولا جا ديال المخزن وصدق عاود نفس الدواء. بالنسبه للاخوان الحيطه والحذر، ملي قال لي وقع ليه مشكل في الخروف، هو عنده الخروف وقع ليه مشكل، الخروف دار بحال الا تجنن، قال لي تيوقف ما تيبقى غير يدور بلاصتو، ما بغاش ياكل. الله يدير الخير، يعني هذه كنصيحه صراحه، يعني قلت ليه صيفط ليا شي فيديو، ما صيفط لياش، ما كون صيفط ليا كون شاركته معكم. اللهم يسير. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم يسر. هنا الاخوان كما تشوفوا معنا النتيجه من بعد ما نحكينا لها راسها بواحد الحلفه. الاخوان بالنسبه للحكه يعني ضروري خص تحك مزيان، تقشر ديك القشره طير، تترطب عليها بديك الزيت كما قلنا، الزيت يعني اما الزيت ديال القلي ولا الزيت ديال الموتور ولا المون كيف ما كانت. تبارك الله عليكم وتحياتي لكم.